أشياء مستحيل تصير بماينكرافت بارت 11. شاور واقعي؟ معقول؟ مبدئياً هاي الأغراض اللي رح أحتاجها، وأول إشي رح نبني الديزاين تاع الشاور. اخترت اللون الرمادي لحتى أعمل فيه الشاور. نايس. بعدين بكسر قد ما بدي من هون. مي 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 مي. أوكي، بعدين بنطلع لفوق وبنحط السول ساند هون، وبعدين هون بنحط اللي وجهه عامل هيك اوه، بنحطه هون، بنفتحه، بنحط جواته ووتر، بنحط هون ووتر، وهدول هم اغراض الريد ستون اللي راح احتاجهم. هلا بصير اضيف زلم الطويل، بعدين بجيب الريد ستون بحطها مره هون، بحطها مره هون، بكسر هاي، بعدين بجيب بوتوم بحطه هون، بحط على نفس المكان. كونه خلصنا خلص، هلا باجي بضغط على البوتوم. اوكي، هلا هو عم بينزل نقطة نقطة، انه يعني بضل شاور. لا ننسى لا تسرف بالماء لو كنت على نهر جاري. اللي بيعرف ليش هيك النتيجة طلعت معي يحكي لنا بالتعليقات.